ما سبب أن المعدن موصل للكهرباء؟ لاحظ التيار عبارة عن إلكترونات، إذن لوفرة الإلكترونات الحرة في المعدن، والمادة العازلة تسمح لندرة إلكتروناتها الحرة. اتجاه التيار، حيث أن التيار عبارة عن إلكترونات، إذن التيار الفعلي من السالب للموجب، اتجاه الفعلي من القطب السالب إلى القطب الموجب، لأنه إلكترونات. لاحظ حركة الإلكترون يترك مكانه فجوة موجبة، إذن الاتجاه التقليدي هو حركة الشحنات من الموجب إلى السالب. لاحظ عند انتقال الإلكترون يترك فجوة موجبة، إذن الاتجاه التقليدي هو حركة الشحنات من الموجب إلى السالب، بينما الاتجاه الفعلي من السالب للموجب لأنها إلكترونات سالبة. التيار متردد تيار متغير الشدة والاتجاه، بينما التيار مستمر ثابت الشدة والاتجاه، مثل الذي نحصل عليه من البطاريات. التيار متردد متغير الشدة والاتجاه ونحصل عليه من المولدات الكهربية، وهو متغير الشدة والاتجاه، بينما التيار مستمر ثابت الشدة والاتجاه ونحصل عليه من البطاريات الكهربية.